السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الطمع. الطمع هو عكس الرضا والقناعة. الطمع هو أن يجشع الإنسان في شيء ما من مال أو منصب أو جاه ويحرص على أخذه، وبالأخص عندما يكون بأيدي الآخرين. الطمع يمحك البركة ولا يزيد رزق الطماع، ويفتح الله عليه باب الفقر فهو فقير، ويكون الذل والهم والخوف مرافقة. الطمع نوعان: الطمع المحمود والطمع الغير محمود. الطمع المحمود وهو طمع الإنسان في أعمال الخير ويحرص على مزاولتها وإكثارها، وطمع الإنسان في غفران الله له والطمع بدخول الجنة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، أي يجب إكثار فعل الخير واتباع أوامر الله واجتناب نواهيه والتأكيد على هذا الأمر. أصحاب الفهم هم الذين يفهمون ربهم. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيجب التحلي بالرضا والقناعة، نرضى بقضاء الله وقدره، نتوكل ونستعين بالله طالبين رحمته ومغفرته. الطمع الغير محمود. الطمع الغير محمود كالطمع والجشع بالحصول على المال، وطمع الحصول على السلطة أو المنصب أو الجاه، فيلتهي الإنسان عن ذكر الله وعبادته، فينشغلون في الأشياء الدنيوية فيغضبون، ويسعوا للسلب والنهب والربح والكسب الغير مشروع، لأنهم يريدوا امتلاك ثروات كبيرة. فيجب عدم الطمع بالأموال العامة، وهي أموال الدولة وأموال المجتمع وسرقتها.